الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت ربي إن شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. أعزائي طلاب ثانوية شعاع المعرفة الأهلية بمكة المكرمة، مرحبا بكم مع درس قوى التجاذب. ومع القوى الثانية بين قوى التجاذب بين الجزيئات، ومع قوة ثنائية القطبية. تعرفنا في الحصة الماضية بأن قوى لندن التشتتية تنشأ بين الجسيمات الغير قطبية، وتعرفنا على أنها تعتمد على الزيادة في عدد الإلكترونات. اليوم قوى ثنائية القطبية، وهي القوة التي تكون أقوى من قوى لندن التشتتية، فهي تنشأ بين الجزيئات زي ما انت شايف معايا في كتابك كده، القطبية. القطبية يعني التي تحتوي على ثنائية قطبية دائمة زي الـ HCl. اتعرفنا ان الـ HCl هذا المركب نشأ نتيجة ترابط بين الهيدروجين المحتوي على إلكترون واحد والكلور المحتوي على 7 إلكترونات في المستوى الأخير، فكل ذرة ساهمت وشاركت بإلكترون وتكونت رابطة تساهمية. ولكن زي ما اتفقنا ما ينفعش نكون زي طلاب المرحلة المتوسطة ونقول رابطة تساهمية ونسكت، لازم نفرق هل هي رابطة تساهمية قطبية ولا غير قطبية. وبكرر تاني وبقول تنشأ القطبية من عدمها بسبب الفرق. الفرق في ايه؟ سمعك بتقول الفرق في الكهروسالبية، الفرق في السالبية الكهربائية بين الذرات. فلما بتكون غير قطبية بيكون مثلا بين السي ال مع السي ال، ويكون الفرق في الكهروسالبية هنا بصفر. ليه؟ لأن كل ذرة معها نفس العدد من الإلكترونات، فدي معها 7 إلكترونات في المستوى الأخير، ودي معها 7 إلكترونات في المستوى الأخير، وكل ذرة شاركت بإلكترون واحد، ويكون الإلكترون أو يظل الإلكترون فترة زمنية متساوية مع كل من الاثنين. أما مع الـ HCl، مع الـ HCl دي معها إلكترون وحيد في المستوى الأخير، ودي معها 7 إلكترونات في المستوى الأخير، فبالتالي إلكترون ذرة الهيدروجين يقضي فترة زمنية مع ذرة الكلور، فمن هنا بتكتسب شحنة سالبة والكلور يكتسب شحنة موجبة، ولكنها ليست دائمة، فعلشان كده بنقول برشر. برشر هنا بمعنى جزئي، فعشان كده بنقول يا شباب ما هي قوى ثنائية القطبية؟ هي القوى التي تنشأ بين الجزيئات التساهمية، ويكون هناك فرق في السالبية الكهربائية فتنشأ جزيئات ثنائية القطب دائمة. كيف ترتبط مع بعضها؟ لو أنا معايا HCl ومعايا HCl زي الشكل اللي موجود في كتابك صفحة 24 بهذا الشكل، شايف معايا يا شباب آدي شحنة جزيئية سالبة وشحنة جزيئية موجبة، وشحنة جزيئية سالبة وشحنة جزيئية موجبة. فعندما تقترب جزيئات غاز كلوريد الهيدروجين اللي هو HCl من بعضها البعض، إيه اللي يحصل؟ تنجذب ذرة الهيدروجين الموجبة، أو تجذب ذرة الهيدروجين الموجبة جزيئاتها في الجزيء نحو ذرة الكلور. يبقى الهيدروجين ينجذب نحو الكلور، والكلور ينجذب نحو الهيدروجين، وهكذا إلى أن تتكون هذه الروابط البين جزيئية اللي انت شايفها قدامك في شكل 10-1. من هنا يا شباب نكون قد وصلنا إلى سؤال مهم، قارن بين القوى الثنائية القطبية وقوى التشتت أو قوى لندن التشتتية. يهمني أن انت تعرف بأن قوى لندن التشتتية أضعف من قوى ثنائية القطبية، ولكن هل هناك قوى أخرى أقوى منهم؟ هناك يا شباب القوة التي سوف نتعرف عليها إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة، وهي قوة الرابطة الهيدروجينية، فهي قوة بين جزيئية تنشأ. دايما نتعرف إن شاء الله رب العالمين في المقطع القادم وفي الحصة القادمة. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.